مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيكم من ليلة جديدة من ليالي برنامجكم عالسيف. خلونا أول شيء نرحب بزميلتي ريهام. يا هلا ومرحبا ريهام. يا هلا فيك، وصراحة منورة وسعيدة أنا اليوم علشان مع بعض، لأن صار لنا فترة الصراحة ولا مرة قدمنا ولا مرة. مع بعض صح. وبنفس الوقت أكيد راح أمسي على مشاهدينا ويا هلا فيكم بحلقة جديدة في برنامج عالسيف. طبعا مثل ما عودناكم دائما نستقبل ضيوفنا عن طريق سكايب، ودائما ضيوفنا أكيد مميزين. أكيد اليوم معنا تقارير أيضا منوعة ريهام، بالإضافة لضيوفنا عبر الاتصال وسكايب، وأيضا معنا تقارير الحلقة اليوم، وخلنا نشوف معكم أحداث هذه الحلقة. ملخص أهم الأحداث التي شهدتها دولة الكويت في الساعات الماضية فيما يتعلق بالحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا COVID-19. وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 582 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 819 حالة، كما أعلنت عن إصدار قرار وزاري ينظم تسجيل وتداول الأدوية النباتية والمستحضرات العشبية. مجلس الوزراء الكويتي يوافق على خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحلات التجارية ذهابا وإيابا اعتبارا من 1 أغسطس بنسبة تشغيل لا تزيد عن 30% وفق الاشتراطات الصحية. وزارة التربية تعلن عن حسم موضوع العام الدراسي لجميع الصفوف بعد 15 يوليو المقبل. وزارة العدل تطلق منصة إلكترونية لحجز المواعيد لمراجعيها. يمكن شفنا مع بعض ملخص اليوم في أخبار جميلة، والأجمل أن معدل الشفاء ارتفع بين أن معدل الإصابة قل بالفترة اللي فاتت. اليومين اللي طافوا شوي كنا والله رجع التوتر مرة ثانية. أكيد ونورة، بنفس الوقت إحنا قاعد نشوف يعني في توعية كبيرة عند المواطنين وأيضا الوافدين، فالكل قاعد يعرف هذه التفاصيل والكل خايف على نفسه أكثر وأكثر، والحمد لله إحنا قاعد نشوف هذه الأرقام بدت يعني الشفاء أرقام تزيد وال الحالات اللي في فيروس كورونا تقل، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. أكيد. لكن اليوم في خبر صراحة الكل كان ود هذا الخبر والكل ناطرة. عندنا تقرير احنا مجهزين عن استعدادات المطار والرحلات، نشوفها مع بعض. يواصل مطار الكويت الدولي أعماله في تسيير رحلات المسافرين بشكل يومي، وتجددت ملامح صالة المغادرين من خلال الأخذ بالاشتراطات الصحية ووضع علامات التباعد الأرضية لمسافات طويلة. كاميرا عسيف قامت بجولة ميدانية لاستطلاع المطار، والتقت مدير إدارة عمليات الطيران المدني منصور الهاشمي. وتيرة العمل بالإدارة العامة للطيران المدني على حسب طلبات التشغيل، يكون فيها وتيرة عالية وتيرة منخفضة حسب إجراءات التشغيل وجداول رحلات الطيران بكل يوم، ماخذينها على محمل الجد في جميع التدابير الصحية اللي مطلوبة من عندنا محليا وعالميا في حركة الطيران شاملة. احنا ما نختلف عن المحيط العالم الطيران المحيط فينا، لله الحمد احنا التدابير الصحية منها التباعد الاجتماعي، لبس الكمام والجلافز، ونغلل من الاحتكاك والإجراءات اللي ملموسة باليد، ولله الحمد كلها بتعاون كبير من شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية والجهات العاملة بالمطار وموظفي الإدارة العامة للطيران المدني. الإدارة العامة للطيران المدني دائما تسعى إلى تطبيق الإجراءات والتعاميم المحلية والعالمية، ومنها مصغرات التباعد الاجتماعي حطيناها على الأرض وعلى الكاونترات الوزن وعلى المداخل والمخارج، ومن أول ما يدش المطار الراكب ولا المسافر ولا الموظف وفق التدابير الصحية المطلوبة، فحص الحرارة، تشيك على الإجراءات هذه كلها بإجراءات التباعد من كاونتر الوزن إلى الطيارة. نحب من الكل الالتزام بجميع الإجراءات الصحية حفظا له ولنا. يمكن
يمكن شفنا التدابير الأمن والسلامة والوقاية أيضا ملتزمين في التعقيم، ونتمنى إن شاء الله بالفترة المقبلة أن يكون أيضا في التزامكم وأن تكونون إيد واحدة وتساعدون هذه الجهود القائمة على قدم وساق لراحتكم ولسلامتكم. تفكرين تسافرين؟ صراحة يعني مو أول يعني الفترة، ممكن بعد الفترة بثلاثة أشهر علشان الواحد يكون سيفتي أكثر. نعم. أنت راح تسافرين؟ صيفي داي بإذن الله. تخافين صح؟ أكيد. أوكي. طبعا عندنا اتصال مع الأستاذ سعد العتيبي المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني. يسعد لي مساك أستاذ سعد. مساكم الله بالخير، نمسي عليكم ونمسي على مشاهدين قناة العدالة. يا هلا فيك أستاذ. مجلس الوزراء اليوم أعلن عن خطة عودة الرحلات التجارية ذهابا وأيابا، طبعا من أول شهر 1/8 على 3 مراحل. ما هذه المراحل اللي راح تكون، وشنو يعني المقصد من 30% الحد الأقصى؟ فنبي توضيح أكثر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، اليوم مجلس الوزراء الموقر اعتمد موعد النهائي لتشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي بعد تعليقها منذ 14 مارس الماضي. فراح تبدأ إن شاء الله هذه المراحل التي سوف تكون 3 مراحل رئيسية خلال الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي، لأن المطار لم يقلق من 14/3 لغاية اليوم. هناك رحلات إجلاء للمواطنين، ورحلات إخلاء للمقيمين، ورحلات للشحن الجوي. اليوم نتحدث عن الرحلات التجارية المجدولة، فبالتالي راح تبدأ بإذن الله المرحلة الأولى في 1/8 وتستمر لمدة 6 شهور. وهذه المرحلة نتوقع أن يكون عدد الركاب يوميا 10,000 راكب، وكذلك عدد الرحلات 100 رحلة يوميا، وبنسبة تشغيل 30% مقارنة مع تشغيل ما قبل كورونا. أما المرحلة الثانية نتوقع أن تبدأ في 1 فبراير 2021 بنسبة تشغيل لا تزيد عن 60% مقارنة مع تشغيل ما قبل كورونا، وكذلك معدل الرحلات اليومي تقريبا 200 رحلة. وهذه المرحلة سوف تمتد لغاية 6 شهور للوصول للتعافي في 1/8/2021. جميل. إن شاء الله يا رب. طيب أستاذ سعد، نبي توضيح أكثر لـ 30%، شلون حددتوا هذه النسبة قياسا على شنو؟ نعم، اليوم كل مطارات العالم تبحث وتدرس وتناقش كيفية إعادة تشغيل الرحلات التجارية، وخصوصا أن اليوم السفر سوف يختلف ما بعد كورونا عن سفر ما قبل كورونا، وسوف يكون هناك اشتراطات صحية وقائية والتزامات، سواء كانت التزامات مقدمة من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو أو اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا أو كذلك من السلطات الصحية ووزارة الصحة بدولة الكويت. هذه الإجراءات تتحدث عن تشغيل تدريجي، وتتحدث عن تشغيل يكون بنسبة لا تتعدى 30% حتى تتعافى هذه الأسواق، وحتى يكون هناك ثقة من المسافرين للتنقل وللسفر، وخصوصا ما زالت جائحة كوفيد-19 لم تتوقف ولم يكن هناك أي علاج. نعم. ولم يتم اكتشاف. نعم. أي عقار لهذه الجائحة. جميل أستاذ سعد، الحين احنا أخذنا التفاصيل تقريبا عن ذهابا، لو تكلمنا عن المسافرين اللي بيردون الديرة، هل في شروط، هل في حجر عليهم؟ نعم، احنا من بداية تعليق الرحلات التجارية هناك يعني سماح لكل المواطنين الراغبين في العودة يستطيعون أن يرجعون للبلاد يعني بدون شروط، وكذلك يخضعون لإجراءات وزارة الصحة سواء في الفحص PCR في مطار الكويت الدولي، واعتماد على حجر منزلي أو حجر مؤسسي، وتعتمد هذه التعليمات وهذه الخيارات على نتيجة الفحص. جميل. إذا كانت نعم. تفضل أستاذ سعد، الحين بنتكلم أكثر تفاصيل عن المقيمين. الحين مثلا بعض الجاليات تبي تسافر مصر أو لبنان أو الأردن أي ديرة ثانية، إذا يردون الردة فيها صعوبة عليهم ولا الأمور والإجراءات راح تكون طبيعية؟ نعم، بالنسبة لنا في الإدارة العامة للطيران المدني وفي مطار الكويت الدولي، منذ تعليق الرحلات التجارية 14 مارس الماضي تم تشغيل أكثر من 680 رحلة جوية، وتم سفر أكثر من 120,000 مقيم من داخل دولة الكويت إلى دولهم. بالنسبة للعودة، اليوم نتكلم عن رحلات تجارية ومراحل تبدأ من 1/8، فبالتالي
كل هذه يعني التفاصيل سوف يتم اعلان عنها في وقت قريب جدا، وكذلك بالتفصيل سواء المقادرين او القادمين لدوله الكويت. نعم، طيب هل احنا قاعدين نتكلم اليوم فقط عن الخطوط الكويتيه ولا ايضا خطوط الطيران مثلا المصريه، الاردنيه، التركيه، جميعها راح تشتغل؟ نعم، اعتبارا من 1/8 سوف يكون هناك تشغيل تجاري لجميع الشركات الطيران العامله في مطار الكويت الراغبه في التشغيل. نعم. فسوف يكون هناك يعني عندنا في مطار الكويت الدولي اكثر من 42 شركه طيران عامله. نعم. سواء اجنبيه او عربيه او محليه. جميل. وبالتالي من 1/8 سوف يتم جدوله رحلات هذه الشركات بنسبه لا تتجاوز 30% من تشغيلنا قبل كورونا. جميل، يعطيك العافيه وكل الشكر لك استاذ سعد العتيبي، صراحه ما قصرت على هذه المداخله، شكرا. طبعا كان المتحدث الرسمي، عرفنا هذه التفاصيل عن المطار وعودة الحياة في شهر 1/8. عندنا تقرير ممكن راح يكون مرتبط في هذه الأحداث، يعني في بعض الأشخاص ودهم أن ترد الحياة تدريجيا وبعض الأشخاص ودهم ترد الحياة مرة واحدة، فراح نشوف هذا التقرير مع بعض. بدأنا المرحلة الثانية من عودة الحياة لطبيعتها، وكتار منكم ناطرين هيدي المرحلة، ولكن هل المجتمع الكويتي اليوم بكامل شرائحه قادر يتخطى هيدي المرحلة؟ أو بأيد أنه يتحلى بالصبر لحتى نتخطى المراحل من الجهات المعنية خطوة بخطوة؟ خلونا نشوف شو كانت تجربة الناس. لا والله شوية صبر أحسن بصراحة، إذا فتحت كلها مع بعض عدم السيطرة والشباب صراحة لا، الحالة بتزيد ما بتنقص. أنا أعتقد أن المفروض أن إحنا نرد للحياة الطبيعية، لأن الوضع الاقتصادي جدا مزري، في ناس عندها شركات ومرتبطة أنها تبي تدفع رواتب إيجارات، فاللي بصير بصير يعني كاتب الله، بس هي الوقاية المفروضة. أكيد الصبر، لأنه الفيروس أبداً مش سهل. أنا واحد من اللي انصابوا بالفيروس، كان جداً متعب، يعني عديت فترة شهر بالمستشفى، فأنا لا أؤيد أبداً أنه ترجع الحياة طبيعية. والله أنا أؤيد أنها ترجع وكل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. لا بتهيالي أن احنا نستنى خطوة بخطوة يكون أفضل. أنا لازم مرحلة تانية تفتح عشان الناس تشتغل والناس تشوف شغلها، أنا واحد من الناس مش عارف أشوف شغل. لأن إذا أنت حكرتيهم المكان وسويتي لهم حجر العدوى راح تنتشر أكثر، أما إذا طلعتيهم كذي وعطيتيهم الوقاية إن شاء الله ما راح يكونوا بالسليم. لا أنا شخصيا أؤيد الصبر، لأنه إذا لا سمح الله انفتحت المحلات وصارت في مشاكل ما تفيد الندامة. مش غريب أبدا اليوم إنه نشوف عدد كبير من الناس تؤيد الصبر وإنه نتخطى هيدي المراحل خطوة بخطوة، والسبب إنه من تقارير سابقة وقت سألنا الناس شو تعلمتوا خلال هيدي الفترة كان الجواب مجتمع كل الناس بتقول تعلموا الصبر. يمكن شفنا ريهام كلام ناس ورايهم، الأغلب يبي شوي الصبر، التريث، ما يبي هذه الانطلاقة مرة واحدة وعودة الحياة الطبيعية. أول شيء بسألك أنت، شنو ودك؟ أنا لا ودي مرحلة أفضل. أيه. تدرين ليش؟ صح. لأن مرة واحدة ممكن مو الكل عنده هذه الثقافة التباعد. صح. الاجتماعي. صح. يعني ممكن بعض الأماكن مرات نروح للجمعيات نشوف أنه ما في مسافة وايد، فالأفضل مرحلة وايد أحسن. والصراحة يعني هذا فيروس ما نبي نستهين فيه، ما هو سهل، إحنا عندنا كبار في السن، عندنا أطفال، فالكل أكيد خايف يعني. وأنا أيدك الصراحة فعلا، شوي شوي إحنا يمكن أنا من واحدة من الناس عن نفسي أقول تعودنا، يعني تعودنا. أنا تعودت وعادي وخلاص، صار في تباعد. صح. صار في التزام، صار في خوف من هذا الفيروس، فإحنا ناخذ الحيطة والحذر. أكيد. بما أن باتشر مولات راح تفتح ريهام أي مول أول واحد راح تروحي له؟ ما راح أروح ولا مول. زين أنا معاك. صراحة عندي خوف وبنفس الوقت ودي أشوف أول أسبوعين ثلاثة أسابيع أو شهر شنو راح يصير. صح. بس في ناس عندها احتياجات ولازم أنها تروح هذا المول، وأنا يمكن بقول كلمة بعد ما نشوف هذا التقرير، خلينا نشوفه معاكم وعندي كلمة لكم.
ولا مجمع. أمانة آخر اهتمام المجمعات، أنا بيتوتية. والله ما بخاطر عديش ولا مجمع صراحة. تو الناس أحس راح تكون وايد زحمة للمجمعات، ننطر شوية تخف الزحمة بعدين إن شاء الله ندش. أول مجمع بالأفينيو صراحة. والله للحين ما قررت. أول مجمع الأفينيو صراحة. لا طبعا ما راح أطلع الثلاثة يعني، بعد راح أطلع الخميس يوم كذي عقب ما تخف الزحمة إن شاء الله. لا سبب زحمة. ما في شيء محتاجينه صراحه يعني، ما اشتري شيء. لا والله كل شيء متوفر بالاونلاين صراحه يعني، اي شيء تم محتاجه راح تطلبه اونلاين يوصل لك، حتى من برا شحنات كانت توصل لنا يعني عادي. والله في شغلات يعني تخص يعني مثل الملابس والامور هذه، بس هذه هي السلعه يعني المهمه ان شاء الله باذن الله. ملابس طبعا عطورات. والله ممكن ملابس بس. شفنا يمكن آراء الناس، في ناس يقولون والله مو محتاجين شيء، في ناس عندهم احتياجاتها الخاصة، ولكن أنا قلت يمكن قبل شوي أنا بخاطري أقول كلمة، بما أن المولات إن شاء الله باكر راح تفتح وفي وقت معين، أنا ودي بس كلمة يعني، يمكن إحنا ملينا وزهقنا من القعدة وفي بعض منا تأقلم وأنا واحدة منهم، لكن اللي ما له حاجة في المول لا يروح يتمشى، لا تسبب ازدحام ويصير التباعد هذا يقل ويصير نقل العدوى أسهل للفيروس. صحيح. فاللي ما له حاجة لا يروح يتمشى الصراحة، في عندك روح تقضب مكان ثاني، إذا عندك مقاضي روح تمشى على البحر شوي غير جو، ولكن فرت السوق من غير داعي رهام. أكيد. شوفي أنا من توقعاتي باكر مجمع الأفينيوز أكيد رح يكون زحمة طبعاً. يعني أكيد. إن شاء الله يا رب الله يحفظ الجميع، بس احنا ودنا اكثر يعني من المواطنين والوافدين التباعد، فعلشان هذا التباعد عندنا تقرير راح نشوفه مع بعض ونشوف مدى فهم الناس في التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي هو أنك تترك مسافة آمنة بينك وبين من حولك، وعلى الرغم من أن وزارة الصحة شددت على أهمية التباعد الاجتماعي للحد من فيروس كورونا، ما زال الكثير يجهل مفهوم التباعد الاجتماعي. الفوض الناس في فلسفات بينهم من بعض أكتر. والله وصديقي نام معايا في نفس الغرفة، قاعدين بالغرفة مع بعضين، لو حد فيه مشكلة ولا حاجة هنبقى احنا الاثنين عندنا المشكلة دي. التباعد الاجتماعي بيننا وبين بعض يعني ممكن متر ونص مترين بين السرير وأخويا، يعني لازم كل بعض عن بعض. بس أنا بروحي أوقف نفرت، بس أنا بروحي أوقف. لا واحد متر يبي لازم. إيه تام موجود، أنا غلطان. يعني يكون في مسافة بين متر أقل ما يكون بيننا وبين الأفراد التانية. لازم شوية بعيد، واحد متر عشان في مشكلة الكورونا، هذا لازم شوية بعيد. عنده رو هذا نفسه إمارة بيت رو بس خلاص هذا بيت قريب. إذا وكلة في أي مكان بتروح يبوا يقول لك سيب متر بينك وبين التاني. خلونا نتباعد اجتماعيا علشان نمنع هالفيروس من الانتشار بين أهلنا وحبايبنا. طبعا مشاهدينا رجعنا، نفس ما شفنا في هذا التقرير الكل وده في التباعد الاجتماعي، في البعض يكون يعني ملتزم في التباعد وفي البعض لا صراحه جروبات نفس ما شفنا من شوي ماشيين مع بعض يعني الصراحه ما ادري ليش، بس ضروري ضروري التباعد الاجتماعي، لان نوره انت عارفه الحين احنا في فتره ما يبي له مسافه صراحه قريبه، يعني انا بيني وبينك يمكن بالكاميرا طالع مسافه قريبه بس احنا في مسافه في بعيده وايد. اكيد. انزين احنا اليوم طبعا اول شيء خلونا نشكر فريق الإعداد المتميز دائما والمميز بتقاريره وانتقاء لهذه التقارير اليومية والأبديت أول بول عندنا. صحيح. ما شاء الله في برنامج عسيف، شكرا فريق الإعداد كلهم باسمه، راح نشوف معاكم تقرير مميز ونرجع. سمع أنه شرب المي الحار ممكن يقضي على فيروس كورونا، أو الزنجبيل واليانسون والعسل وغيره؟ من منا ما سمع أنه الطقس الحار كمان ممكن يقضي على فيروس كورونا؟ خلونا نشوف اليوم أغرب الإشاعات اللي سمعتوها بزمن الكورونا.
نقف في الحائل في الصيف الحار الفيروس يروح شلون ما ندري. والماي نفس الشيء، وايد اشربوا ماي، وايد شوية سوائل، شلون يروح الله اعلم. انه البس كثير حراره فوق ال40 انه ممكن يكون صار انه راح الكورونا، هيدي ما اكيد. واكيد موضوع اليانسون، حبه البركه، هالقضايا اكيد لا، يعني علماء ناس بيشتغل، حتى انه الفيتامين سي، خذ كثير فيتامين سي، فاين منيح للجسم انه بيعطي بيزيد شوي الاميونيو سيستم، بس ستيل يعني في اشياء كثير لك انه الشمس هي بتقتل الفيروس، لا مش مزبوط. يعني لو بتقتل الفيروس كنا هلا ما عم ترتفع الكميه اللي موجوده بالكويت، كل يوم عم بتزيد. فيتامين سي يعني والحراره والامور هذه اللي تروح الكورونا، بس الواحد لازم ياخذ احتياطه، يعني ما يصدق في هالامور، لازم ياخذ احتياطه. نفس المعلومات اللي هي ما سخنه، الغرغره بمي وملح. الفيروس اذا ممكن اذا يعني بالثلاجه او الفريزر ممكن يقعد سنين ما بينتهي، يعني درجه حراره معينه، هذه ما بعرف شو مدى مصداقيتها، انه 30 او 27 مئويه ممكن تنهي على الفيروس كورونا. هي اول ما طلعت قصه اليانسون وهيدي القصص الاعشاب، وحدا طلع بلبنان خبريه انه الاعشاب بتروح الفيروس، هيدي القصص اغرب شيء كانت. استنشاق الماي الحار ومع تمضمض ماي وملح. والله قالوا اللي يدخن ما يحوش الفيروس. يقول لك العسل، يقول لك اليانسون، الماي الحار، اتبع ارشادات وزاره الصحه، هي المصداقيه الموجوده الوقت الحالي. الليمون تعصره مثل ما قلت مع ماي حار او الخل وتغرغر فيه ويقتل الفيروس، ما حسها معلومه صحيحه، انه وايد ناس راحت من الله يرحمنا برحمته. نورة، شفنا في هذا التقرير آراء مختلفة في زمن كورونا، طبعا الكل فعلا في هذه الفترة اللي كنا احنا فيها في جائحة فيروس كورونا، الكل قاعد يتكلم عن المعلومات، في معلومات مفيدة وفي معلومات غير مفيدة. المعلومات المفيدة الكل عارفها، يعني طبعا نفس الزنجبيل والعسل، هذه كلها تقوية المناعة، وأيضا الرياضة جدا مهمة. أكيد، بس هي بالنهاية يعني ما تكون هي علاج لهذا المرض. إذا المعلومات الصحيحة أخذوها من المواقع الرسمية لوزارة الصحة، وابتعدوا عن المعلومات المغلوطة والإشاعات اللي قاعد نتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب. خلونا نطلع فاصل ونستكمل الحديث معاكم.